أهلا بكم طلبة تانية ثانوي. احنا النهاردة هنتكلم في Unit 3 Lesson 4 Limits of Trigonometric Functions. في الدرس ده احنا هنتكلم عن الـ Limits of الـ Important Trigonometric Functions الـ Sine والـ Cosine والـ Tan، وهنشوف ازاي ان احنا نقدر نجيب بعض الـ Limits البسيطة اللي فيها Combinations بينهم، مش كل واحدة لوحدها وبس. أول حاجة معانا هي Theorem 1. Theorem 1 بتقول لنا انه Limit لما X تكون بتقرب من الصفر الـ Sine X over X ده بيساوي 1، وبرضو بتقول لنا ان limit لما x approaches 0 tan x over x برضو بتساوي 1. على الجراف احنا ممكن نشوف ده ان sin في الاول بيبقى شكلها عامل كده هنا، يعني لو رسمنا y equal x فبنلاقي ان هو بيبقى equal للsin عند ال او مش equal، قريب يعني جدا من السين عند ال very small values of x. ونفس الكلام بالنسبة للتالي. عندنا corollaries على الـ theorem 1. أول واحدة هي يعني limit x goes to 0 of sine x over x، ده اللي هو limit لما x goes to 0 of sine ax over ax dot a. طبعا دي في limit لوحدها، لكن دي constant فهتطلع زي ما هي. لما x بتروح ل 0 ده معناه ان ax برضو بتروح ل a dot 0 اللي هي بتساوي 0، فاحنا عشان كده ممكن نستبدل الـ variable ده ونخليه limit ax goes to 0 sin ax over ax all times a. فهنا ax دي اكنها variable لوحدها، اكنها y، يعني limit y goes to 0 of sin y divided by y dot a دي ب 1، فهي 1 dot a اللي هي بتساوي a. إذن limit x goes to 0 of sine x sine ax over x بتساوي a، ونفس الكلام بالنسبة ل tan ax over x هتساوي a. عندنا example 1 بيقول لنا limit x goes to 0 of sine 3x over x، ده اللي هو هيساوي دي بالظبط اللي هو الشكل اللي احنا خدناه اللي هو sine ax over x، بس هنا a بتساوي 3، فعشان كده limit ده بيساوي 3. Example 1 number B بيقول لي limit x goes to 0 tan of 2x divided by 7x، دي اللي هي هتساوي tan of 2x divided by 7 by x آسف dot 1 over 7. فعشان كده احنا ممكن نوزع الليمت على البرودكت ده، فهيكون limit x goes to 0 tan of 2x over x all multiplied by limit x goes to 0 1 over 7. Limit x goes to 0 1 over 7 هو 1 over 7، وهنا limit x goes to 0 tan 2x over x هو 2، فإذا الفاينل انسر بتاعتنا هي 2 over 7. Example 1c بيقول لنا limit x goes to 0 sine 5x cosine 2x over x، ده اللي هو هيساوي limit x goes to 0 sine 5x over x all multiplied by limit x goes to 0 cosine of 2x. هنا ده هيساوي 5، وهنا ده هيساوي cosine of 2 times 0 هي cosine of 0 اللي هي بتساوي 1، فإذا الليمت بتاعنا هو 5. cosine limit x goes to 0 cosine of x ما فيهاش أي مشكلة هي 1. عندنا كورولاري بتقول لنا القيمة بتاعت الليمت ده، لكن احنا يعني احنا ممكن نثبت وفي نفس الوقت نعرف قيمة الليمت ده كالآتي. هن multiply by the conjugate اللي هو 1 plus cosine of x over 1 plus cosine of x، فالليمت بتاعنا هيساوي limit x goes to 0 1 minus cosine squared of x divided by x times 1 plus cosine of x. دي اللي هي هتساوي limit 1 minus cosine squared of x اللي هو بيساوي sine squared of x، عشان احنا عارفين انه sine squared of x plus cosine squared of x equals 1. ده sine squared of x divided by x في 1 plus cosine of x، فده اللي هو هيساوي sine squared of x divided by x squared dot x divided by 1 plus cosine of x. يعني انا هنا ضربت في x فوق وتحت، طبعا هنا اخد الليمت لما x goes to 0، هنا برضو اخد الليمت لما x goes to 0.
اوكي ده اللي هو limit x goes to 0 sin x over x كلها squared لان السكوير على الاثنين. والتاني ده هنا ممكن نعوض تعويض مباشر فهيكون 0 over 1 plus cosine of 0 اللي هو هيساوي هنا هيكون 1.0 over 2 يعني هيكون 0. إذن القيمة بتاعت الليمت الأصلي بتاعنا ده هي 0. فإذن limit x goes to 0 1 minus cosine x of x equals 0. Example 2 بيقول لنا limit x goes to 0 1 minus cosine of x over tan x بيساوي ايه؟ طيب احنا ممكن ان احنا نمالتبلاي باي x فوق تحت فالليمت بتاعنا هياخد الشكل ده limit x goes to 0 1 over cosine of x times x over tan x. نوزع الليمت فهيكون ده هيكون الجزء ده هيكون ب 0 والجزء ده هو 1 over 1 الانفرس بتاع 1 فعشان كده بيساوي في الاخر 0. طيب example 2 بيقول لنا limit x goes to 0 of 1 minus cosine of x divided by x squared. لو مشينا بالطريقة العادية فاحنا هنكتب 1 minus cosine of x divided by x dot 1 over x. احنا عارفين ان ده ب 0 لكن ده ب infinity. 0 dot infinity دي unspecified quantity فما ينفعش ان احنا نكمل كده. فالطريقة هنا هتكون ان احنا نضرب في الconjugate. فهنضرب 1 plus cosine of x فوق وتحت فيجي لنا ان هنا عندي sin squared of x divided by x squared في 1 plus cosine of x. ساعتها احنا ممكن نقسم الليمت ده لاتنين limits limit x goes to 0 of sin x divided by cos by x all squared دخلنا الليمت جوه السكوير times limit x goes to 0 of 1 over 1 plus cosine of x. ده هنا هيكون 1 squared dot 1 plus 1 over cosine of x اللي هي 1 plus 1 over 1 plus cosine of 0 اللي هي 1. فإذا هو هنا هيساوي half. فالليمت بتاعنا على كده هو half. Example 3 بيقول لنا limit x goes to 0 x squared minus x plus sine x divided by 2x. طيب احنا هنوزع ال x عليهم فده هيساوي x squared divided by 2x اللي هو هيساوي x over 2 minus x over 2x اللي هو half plus half sin x over x. هناخد كل واحدة من دول في limit لوحدها. دي هتكون 0 over 2 دي هتكون negative half زي ما هي ودي هتكون plus half times 1. فإذا هي هتساوي في الآخر negative half plus half يعني 0. Example 3b بيقول لي limit x goes to 0 x plus x cosine of x divided by sin x times cosine of x. هنقسم على x فوق تحت فيجي لنا ان دي بتساوي 1 plus cosine of x divided by sin of x over x في cosine of x. نقدر ان احنا نوزع الليمت بالطريقة دي ان هي limit x goes to 0 1 plus cosine of x divided by limit x goes to 0 sin x over x multiplied by limit x goes to 0 cosine of x. الأولانية هتكون 1 plus cosine of 0 اللي هي 2 divided by 1.1 يعني 2. Example 3d بيسألنا عن limit لما x goes to 0 of sin squared of 3x divided by 5x squared اللي هو هيساوي limit لما x goes to 0 sin squared of 3x divided by x squared dot limit x goes to 0 of 1 over 5. يعني دي اللي هي هتساوي limit x goes to 0 sin of 3x over x all squared dot 1 over 5. هنا عندي مشكلة ان انا هنا محتاج 3 عشان يطابق اللي جوه. فاذا انا هنا هقسم على 3 علشان تجي لي تحت بس نلاحظ ان دي هتبقى 3 squared فعشان كده لازم اضرب في 3 squared. فدي كده هتساوي limit x goes to 0 of sin y over y كلها squared
طبعا هنا y equal 3x dot 9 over 5 فدي هتساوي 1 dot 9 over 5 يعني الليميت بتاعنا هو 9 over 5. In summary احنا النهارده اتكلمنا عن الليميتس اوف ساين فانكشن عن بعض الرولز اللي ليها علاقة بالليميتس بتاعتها نفس الكلام بالنسبة للكوساين وقليل شوية بالنسبة للتانجنت فانكشن. As an exercise عايزكوا تحلوا لي limit x tends to 0 sine of x minus 1 divided by x squared minus 1 where it's will answer في الكومنتس وشكرا ليكم.